أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس مع درس جديد لطلاب الصف الثاني المتوسط بعنوان الطاقة، طاقة الوضع، أشكال أخرى للطاقة، وسيقدمه محدثكم الأستاذ حسين الرداد. بمشيئة الله تعالى سنتعلم اليوم سبب طاقة الوضع، وأيضا سنتعلم العوامل المؤثرة في مقدار طاقة الوضع، الأشكال المختلفة للطاقة. إذن هذا ما سيدور حوله درسنا اليوم بمشيئة الله تعالى. نراقب هذه الأجسام. هذه الأجسام تمتلك، نلاحظ، بدأت بالحركة، بمعنى أنها تمتلك طاقة حركية. السؤال الآن، من أين جاءت هذه الطاقة الحركية للأجسام في هذا الشكل المجاور؟ الطاقة لا تأتي من فراغ، لا تأتي من العدم. إذن مصدر هذه الطاقة الحركية أن هذه الأجسام تمتلك طاقة وضع بسبب ارتفاعها عن سطح الأرض. هذه الطاقة، طاقة الوضع، تبدأ بالتحول إلى طاقة حركية. إذن من ضمن حديثنا اليوم الحديث عن طاقة الوضع. نشاهد عن أشكال الطاقة. للطاقة أشكال وصور مختلفة، من ضمنها الطاقة الحرارية، الطاقة الضوئية، وطاقة الصوت، وأيضا هناك أشكال أخرى للطاقة. نشاهد بعض هذه الأشكال للطاقة. هذه السيارة حتى تتحرك فإنها تحتاج للطاقة. أيضا لدينا الطاقة الشمسية، مصدر للطاقة، ومن الطاقة الشمسية طاقة ضوئية والطاقة الحرارية. هذه السيارة تحصل على طاقتها الحركية من الطاقة الكيميائية للوقود، حرق الوقود بيعطي طاقة حركية للسيارة. أيضا الطاقة الصوتية، حتى نستطيع الحركة والعمل نحتاج للطاقة ونحصل عليها من الغذاء. حتى نستطيع أن نتحرك نحتاج للطاقة ونحصل على هذه الطاقة من الغذاء. حتى يلعب الأطفال ويتحركون يحتاجون للطاقة ويحصلون عليها من الغذاء أيضا. هذه الطائرة حتى تستطيع أن تحلق وتطير في الهواء تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى طاقة لتحريكها. هذه الطائرة الورقية تحتاج للطاقة حتى تتحرك. عندما تصعد منحدرا عاليا بهذا الشكل تل،
فإنك تمتلك طاقة وضع، وعندما تبدأ بالنزول تتحول هذه طاقة الوضع إلى طاقة حركية. لدينا أيضا الطاقة الحرارية، نستخدمها في طهو الطعام حتى تستطيع أن تحرك هذا الجرس، أيضا تحتاج للطاقة. حتى تركض أيضا تحتاج للطاقة. طاقة الوضع هي الطاقة المختزنة في الجسم بسبب موضعه. هذه الكرة الآن تمتلك طاقة وضع. سبب امتلاكها طاقة وضع بسبب موضع هذه الكرة. السبب أنها مرتفعة عن سطح الأرض، وبالتالي بسبب الجاذبية الأرضية تمتلك هذه الكرة طاقة وضع. عندما تبدأ الكرة بالسقوط تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركية، تبدأ بالتحول إلى طاقة حركية. إذا طاقة الوضع هي طاقة مختزنة في الجسم بسبب موضع. طاقة الوضع تعتمد طاقة الوضع على عاملين. العامل الأول كتلة الجسم، حيث تزداد طاقة الوضع بزيادة كتلة الجسم، وأيضا العامل الثاني ارتفاع الجسم عن سطح الأرض. كلما زاد ارتفاع الجسم عن سطح الأرض يزداد مقدار طاقة الوضع. إذن هذه العوامل تعتمد عليها مقدار طاقة الوضع، كتلة الجسم وارتفاع الجسم. على سبيل المثال لاحظ، كل ما كانت الكتلة أكبر كل ما كانت طاقة الوضع أكبر. أيضا الارتفاع، كل ما كان الارتفاع أكبر كل ما زاد الارتفاع بيزيد مقدار طاقة الوضع، والعكس صحيح. نأخذ السؤال التالي: أي الإناءين له طاقة وضع أكبر، الأحمر أم الأزرق؟ هذا الإناء الأزرق وهذا الإناء الأحمر. إذن الإجابة بنلاحظ أنه الإناء الأزرق والإناء الأحمر من حيث الكتلة متساويان، إذن الجسمين متساويان من حيث الكتلة، ولكن نلاحظ أن هذه المزهرية الزرقاء أكثر ارتفاعا عن سطح الأرض من هذه المزهرية الحمراء، وعليه فإن المزهرية الزرقاء أو الجسم الأزرق له طاقة وضع أكبر. السبب لأن هذه المزهرية أكثر ارتفاعا من المزهرية ذات اللون الأحمر. شكل آخر من أشكال الطاقة، الطاقة الحرارية. جميع الأجسام تمتلك طاقة حرارية. يعتقد البعض أن الطاقة الحرارية بتكون لدى بعض الأجسام وبعض الأجسام لا تمتلك طاقة حرارية. الحقيقة أن جميع الأجسام تمتلك طاقة حرارية، وتزداد هذه الطاقة الحرارية كلما زادت درجة الحرارة. كلما زادت درجة الحرارة بتزداد الطاقة الحرارية للجسم. نأخذ السؤال التالي: الكاكاو الساخن، الماء البارد، الثلج، أي من المواد السابقة يمتلك طاقة حرارية؟ هذا الكاكاو الساخن، الماء البارد،
الثلج. هل الكاكاو الساخن أم الكاكاو الساخن والماء البارد أم الكاكاو الساخن والماء البارد والثلج؟ الإجابة الصحيحة: جميع هذه الأجسام تمتلك طاقة حرارية، جميع هذه المواد تمتلك طاقة حرارية كما ذكرنا، مع اختلاف مقدارها. إذن هذه الإجابة الصحيحة. شكل آخر من أشكال الطاقة: الطاقة الكيميائية. نجد الطاقة الكيميائية في الطعام، الطعام يمتلك طاقة كيميائية، إذن الطعام يزودنا بالطاقة الكيميائية، حيث نتناول الطعام يهضم الطعام، وبالتالي نستفيد من هذه الطاقة للقيام بالأنشطة المختلفة في أجسامنا وفي جوانب حياتنا المختلفة بعد ما يهضم الطعام. إذن الطاقة الكيميائية مثال عليها الطعام، بيمتلك طاقة كيميائية. جميع أنواع الأطعمة أيضا، عند عمليات الاحتراق، المواد التي تكون قابلة للاحتراق بتمتلك طاقة كيميائية، وهذه الطاقة الكيميائية بتكون مختزنة طبعا في الروابط للمركبات الكيميائية. بعملية الاحتراق، فمثلا عند احتراق الحطب مثلا أو الخشب أو الورق أو الوقود، تتحول هذه الطاقة الكيميائية إلى أشكال أخرى من الطاقة. ففي الشكل الذي أمامنا بتتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة ضوئية وطاقة حرارية. نقرأ السؤال التالي: ما شكل الطاقة التي في الطعام؟ هل هي طاقة وضع؟ أم طاقة كيميائية؟ أم طاقة إشعاعية؟ الإجابة الصحيحة هي بالتأكيد هي رقم 2، الطعام يحتوي على طاقة كيميائية. نأتي إلى شكل آخر من أشكال الطاقة، الطاقة الضوئية. الطاقة التي يحملها الضوء بسموها بطاقة الإشعاع. الطاقة التي يحملها الضوء بتسمى بطاقة الإشعاع. والضوء كما نعلم له مصادر مختلفة. إذن الضوء هو شكل من أشكال الطاقة. نأخذ السؤال التالي: يمكن وصف الطاقة الضوئية بأنها طاقة كهربائية، وضع، إشعاعية؟ إذن الإجابة الصحيحة: يمكن وصف الطاقة الضوئية بأنها طاقة إشعاعية، هذه الإجابة الصحيحة. شكل آخر من أشكال الطاقة، ألا وهي الطاقة الكهربائية، وجميعنا يعلم ما هي الطاقة الكهربائية وأهميتها في حياتنا. طبعا الطاقة الكهربائية هي الطاقة التي يحملها التيار الكهربائي. هذه الطاقة الكهربائية يمكن تحويلها إلى صور مختلفة وأشكال مختلفة من الطاقة،
يمكن تحويلها إلى طاقة ضوئية، يمكن تحويلها إلى طاقة حرارية، يمكن تحويلها إلى طاقة حركية، يمكن تحويلها إلى طاقة صوتية، إلى أشكال مختلفة من الطاقة. الطاقة النووية، الطاقة النووية هي طاقة مخزونة في أنوية الذرات. أنوية الذرات تمتلك طاقة، هذه الطاقة تتحرر، يمكن أن تتحرر هذه الطاقة من أنوية الذرات، وبالتالي عند انشطار هذه الأنوية تتحرر الطاقة، وبالتالي يمكن الاستفادة منها. على سبيل المثال يمكن أن ننتج الكهرباء من هذه الطاقة المخزونة في أنوية الذرات بمحطات تحتوي على مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء من هذه المحطات. إذا لدينا صور مختلفة من الطاقة. نأخذها التقويم، نبدأ بالطاقة الكيميائية. الطاقة الكيميائية عندي عبارات ومصطلحات من رقم 1، 2، 3، 4، و5. نبدأ بالطاقة الكيميائية. ما هو المصطلح الذي يتناسب أو العبارة التي تتناسب مع الطاقة الكيميائية؟ هل هي طاقة كهربائية، طاقة وضع، الطعام، الطاقة الضوئية، الطاقة النووية؟ الإجابة الصحيحة هي رقم 3، لأنه اتفقنا على أن الطعام يحتوي على طاقة كيميائية. يحملها التيار الكهربائي، يحملها التيار الكهربائي. ما هو المصطلح والعبارة المناسبة؟ إذن هي الإجابة رقم 1، الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية هي التي يحملها التيار الكهربائي. طاقة في أنوية الذرات، طاقة في أنوية الذرات، سهلة جدا، هي بالفعل رقم 5، الطاقة النووية. طاقة النووية تسمى الطاقة الإشعاعية، تسمى الطاقة الإشعاعية. إذن الإجابة رقم 4، الإجابة الصحيحة الطاقة الضوئية، الطاقة الضوئية. أخيرا ارتفاع الجسم وكتلته، ارتفاع الجسم وكتلته، طبعا الإجابة رقم 2، الإجابة المتبقية. وكما نعلم أن طاقة الوضع تعتمد على ارتفاع الجسم عن سطح الأرض وكتلة الجسم، بزيادة الارتفاع يزيد مقدار طاقة الوضع، بزيادة كتلة الجسم أيضا بيزداد مقدار طاقة الوضع. إذا تعلمنا اليوم عن طاقة الوضع، ماذا تعلمنا؟ نكمل هذه الفراغات معا. طاقة يكتسبها الجسم بسبب فراغ، نكمل الفراغ. طاقة يكتسبها الجسم بسبب
طبعا موضعه، بسبب موضعه. نأتي للفراغ الثاني، تعتمد على، طبعا الطاقة الوضع تعتمد على فراغ الجسم، تعتمد على ارتفاع الجسم. إذن نملأ الفراغ، تعتمد على فراغ الجسم، كتلة الجسم، لأنه ذكرنا أن طاقة الوضع تعتمد على مقدارها، بيعتمد على كتلة الجسم وارتفاع الجسم عن سطح الأرض. أيضا تعلمنا اليوم أن طاقة الوضع طاقة يكتسبها الجسم بسبب موضعه كما ذكرنا، طاقة الحرارية، جميع الأجسام لها طاقة حرارية. أيضا تحدثنا عن الطاقة الكيميائية، وهي الطاقة المخزونة في الروابط الكيميائية للمركبات. أيضا تعلمنا اليوم الطاقة الضوئية، يحمل الضوء طاقة تسمى بطاقة الإشعاع. أيضا تعلمنا اليوم الطاقة الكهربائية، طاقة يحملها التيار الكهربائي. أيضا تحدثنا عن الطاقة النووية، وذكرنا أنه هي الطاقة المخزونة في أنوية الذرات. انتهى درسنا لليوم، نتمنى إن شاء الله أنكم استفدتوا من الدرس، نتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.